خلصنا 4 سنين، ذاكرنا ودخلنا تدريبات وخدنا شهاداتنا، ماذا بعد بره؟ مفيش حد بيتخرج او شاب مصري بيتخرج الا لما بيسال نفسه سؤال واحد، ماذا بعد فعلا؟ ابدا منين؟ شكل السي في بتاعي في الشغل عامل ازاي؟ شكل لينكد ان ازاي يعبر عني؟ وازاي اوصل لاول وظيفه بعد تعب السنين دي كلها؟ هجاوبنا على كل التساؤلات دي باشمهندس اياد عمرو. السلام عليكم. انا بحب اتكلم بالمايك صراحه. اولا تسلم والله على الانترودكشن الجميل. سامعيني كده صح؟ اصلا صوتي عالي. فاخر حد سامع؟ تمام؟ ولا اتكلم؟ كده احسن. كده؟ ولا كده؟ كده؟ اللي شايف كده يرفع ايده؟ يا لا. طب اللي شايف كده يرفع ايده؟ تمام اهو. هيتكلم كده صح؟ لا ان شاء الله هنتكلم بالمايك. ماشي. بس افتكروا اللي انتوا كنتوا بتعملوه. ماشي. طيب حد عارف في السيشن عن ايه؟ بعيدا عن الانترودكشن. يعني ايه ايكوز؟ يعني ايه ايكوز بروبيوم؟ حد كده شاطر في اللغه العربيه يقول لنا ترجمتها؟ عشان انا الصراحه مش شاطر. ايه؟ الايه بقى؟ ما وراء الاسباب؟ حلو. حلو الى حد ما جميل. ها؟ حد عنده اقتراحات تانية؟ طيب اولا انا الصراحه يعني هطول شويه في السيشن عشان طبعا طبعا بيقول شويه ان هو السيشن اللي بعدي للاسف هتبقى اونلاين، بس دي حاجه تفرحني جدا عشان بعد كده ما حدش هيطلبني. فالحمد لله يعني خلينا نبدا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. عارفين الكلام ده. خلينا نبدا على طول بالاجانب. ماشي؟ ولا نرجع تاني لحد ما ماشي. اذا احس ان انا نرجس شويه انا بقول انتوا عارفين. خلاص طيب. انا في كليه حاسبات ومعلومات سنه 2022. انا بشتغل كباك انجينير في شركه اسمها ازيل. كنت في فتره صغيره خالص كتيتشنج اسيستنت، والحمد لله يعني قررت ان انا اتجه الى اجنتك من. طيب خلينا نتكلم شويه عن السيشن اجنده. اول حاجه هنتكلم عنها هو المعنى اصلا بتاع السيشن، بعدين هنتكلم عن الاوبجيكتيفز، بعدين هنيجي نتكلم عن الايكوز بتاعتهم محدش عارف هم مين، بعدين هنتكلم عن الايكو بتاعي انا، بعد كده هنتكلم على الايكو بتاعك. فاكيد دلوقتي حد بقى عايز يعرف هو يعني ايه ايكو. صحيح. اول حاجه الهدف من السيشن ان احنا نتعلم من اكسبيرينس، احنا بنتعلم من خبرات. خبراتي؟ لا مش خبراتي، خبرات كتير. هقول لكم الموضوع ازاي بدا وازاي وصل، وفي الاخر هقول لكم الكومنت بتاعي على كل حاجه طبعا. بعد ده انت محتاج ان انت تبدا تفكر انت ازاي هتبدا تكريت الايكو بتاعك. اللي هو ايه الايكو بقى؟ خلينا نحط تعريف بقى. الايكو هو عباره عن، هو صدى طبعا، هو عباره عن ريفليكشن للساوند، الساوند ويفز، يعني هو انعكاس لل انعكاس ولا ايه؟ انعكاس صح؟ تترجم انعكاس ممكن؟ المهم هو انعكاس للساوند ويفز. فتقدر تقول ان هو ان الناس الاكبر مننا خاضوا شوية تجارب وحققوا شوية نجاحات، فهم حابين إن هم يقولوا الخلاصة بتاعتهم. ليه؟ عشان هي في الغالب الصعوبات اللي هم واجهوها في الغالب أنت هتواجهها، في الغالب الدايلمز أو المشاكل اللي هم كانوا واجهوها هي هتعدي عليك، عشان إحنا مشتركين في حاجات كتير، إحنا مشتركين في معظم طبعا مشتركين في المجال تقريبا، مشتركين مثلا في المكان اللي إحنا فيه، اللي إحنا مثلا في مصر. الحمد لله على كل شيء. وهكذا ان احنا فعلا في امور كتير مشتركه ما بيننا، وبالتالي احنا نقدر ان احنا نستفيد من خبراتهم دي. يجي دورك بقى ان انت مش لازم تتفق مع كل الكلام اللي هيبقى موجود عادي. انت ممكن تكون في حاجات تعترض عليها وتقول لا دي مش بالنسبه لي، لا دي مش عاجباني. هل ده هيبقى صح؟ ولا الصح اللي انت تقول اه فعلا كل الكلام اللي اتقال هو صح 100%؟ حد ممكن يقول لي اصح؟ اللي انا اقول ان كل الكلام ده صح 100%، ولا ممكن اكون معتمد على حاجات بالظبط. ان في الاخر انت لو لقيت في الاخر في اخر السيشن انت ايه ده، انت متفق مع 100% من السيشن، في حاجه غلط.
ان انت معنى كده ان انت قد سمعت الكلام بس انت ما عملتش كريتيكال ثينكينج ليه، انت ما بداتش تفكر فيه بشكل نقدي. تمام؟ طيب خلينا نبدا بذير ايكو. طب هم مين؟ الموضوع بدا هنا. انا نزلت البوست ده، البوست ده ما كانش عشوائي، ما كنتش بنزل بوست بس فكره ان انا بجمع كومنتس وخلاص. لا، الحقيقه ان انا قال لي بالظبط من فتره يعني، فانا قررت من 5 ايام بالظبط ان انا ابدا اجمع الاكسبيرينس دي. قلت عشان لو انا قدمت السيشنز دي بناء على الاكسبيرينس بتاعتي بس، فهي بتكون مش طبيعيه من اوت كبير. انتوا في الاخر بتكونوا طالعين من الاكسبيرينس اياد حمزه بس فقط، الباقي في ناس انجح من اياد حمزه كتير جدا وناجحه ما شاء الله وحققوا نجاحات وعندهم اكسبيرينس برضه، هما ليه برضه احنا ما نسمعهمش؟ فبدا الموضوع من هنا وبدات ان انا اجمعهم على شكل سلايدز. هنقرا واحده واحده وبعدين نبدا ان احنا نفكر فيها مع بعض ونحاول نطلع كونكلوجنز معينه، حاجات ممكن تفيدنا في مشروع التخرج. ده اكيد ده نقطه يعني مهمه اللي انت تحضر له من دلوقتي، اللي انت تحضر لحياتك ما بعد التخرج من دلوقتي في سنه رابعه. بالمناسبه انا بعتبر ان سنه رابعه حرفيا هي اهم سنه ليك في الكليه، عشان انت حرفيا كده انت بتفهمش، انت بتشوف انت كل حاجه انت ما كنتش عايز انت ما قدرتش تعملها وهتعملها، بتشوف كل حاجه انت كنت مقصر فيها وهتبدا مثلا تحاول تقويها وهكذا. ف خلينا نبدا على طول بالجراديويشن بروجكت. معانا اول كومنت مهم من باشمهندس مصطفى، يقول لك مش مهم السكيلز بتاعت الناس. هو هنا بيتكلم عن ايه؟ هو بيتكلم على التيم وانت بتعمل مشروع تخرج. قال لك ان انت لما تيجي تعمل التيم او تجمع التيم ما تقعدش بقى ايه هات السي في بتاعك كده بس انا هتعامل معاك في انترفيو. طب ليه؟ هو انت على ايه؟ وعارف انت في الاخر هو انت طالب وهو طالب، مفيش حاجه اسمها التعامل ما بينكم ما بين السيز ولا التعامل ما بينكم بين الحاجات الغريبه اللي هي. لا، انت المهم انت تقعد مع الشخص ده او تكلمه او تقترح عليه فكره ان هو يبقى معاك في مشروع تخرج. انت بتشوف هو مريح في التعامل ولا لا؟ انت عايز تتعامل معاه ولا لا؟ سهل ولا لا؟ طب ليه؟ طب انا اجيب واحد شاطر ليه؟ وعادي يعني استحمل الرخامه بتاعته شويه. انت بكل بساطه انت كده يعني هتفضل تحت ضغط نفسي على طول في مدار سنه كامله لمجرد ان انت قلت ايه بس ده عنده سكيلز اكتر. طب ما انت كان ممكن تاخد الشخص المريح العامل المحترم الطيب وكل حاجه وهو هيكتسب السكيلز دي مع الوقت. في جانب مشروع التخرج مش محتاج ان انت تكون بقى ايه عندك سكيلز مش عارف كذا، لا ومش عارف، لا انت ممكن اصلا تكون لسه بادئ تتعلم التراك وانت داخل مشروع التخرج. يعني انت داخل سنه بتاعت مشروع التخرج، فانت ليه انت تدور على الناس الكويسه في التراك؟ لا، انت دور على الناس اول حاجه المريحه في التعامل واللي انت عايز تتعامل معاها بسهوله وبشكل طيب وكده والدنيا سهله معاكم، مش تقول بقى مش عارف ايه انترفيوز دي وانا هنزل فورم. الحاجات دي كلها الصراحه انا لا اتفق معاها تماما. فدي كوت مهمه جدا من باشمهندس مصطفى ان هو بيقول فعلا ان السكيلز مش مهمه، الناس تكون مريحه في التعامل اكتر. خلي بالك الكوتس دي كلها حاجات مقتطعه، يعني انت لو روحت للبوست الاساسي اللي انا كنت كاتبه هتلاقي بقى الكومنت بتاعه كله، هتستفيد كتير. فبعد ما تخلص ممكن تخلي ده الايه؟ الاساينمنت بتاعك اللي انت ترجع للبوست وتذاكره. وعلى فكره في حاجات انا لا اتفق معاها في البوست، في بعض الكومنتس انا لا اتفق معاها. فعادي ما مسحتوش طبعا او كده يعني، بس يعني في نفس الوقت ما عملتش لاف ولا كير. انا بعمل لاف وكير الحاجات اللي انا مقتنع بيها. المهم يبقى دي كانت اول نقطه بالنسبه للتيم. تاني نقطة ان التيم كله لازم يكون مشارك في المشروع. مفيش حاجة اسمها ان واحد كده ايه كل ما تيجي تقول له انا احنا عندنا ميتنج يلا بينا مش عارف ايه هتناقش الفكرة، يا عم الحاجة ماليش دعوة انا خلاص الشغل بتاعي في الباك اند وخلاص انا ماليش دعوة بيكم اعملوا اللي انتوا عايزينه مش عارف ايه الكلام ده برضه غلط تمام. انت لازم ان انت تشارك مع التيم بتاعك بشكل فعال. ليه؟ علشان هم مش عايزينك مجرد ان انت تعمل لهم بروجكت، مش عايزينك مجرد ان انت تعمل لهم بي بي ايز ولا ان انت تعمل حته فرونت وكده. هم عايزينك انت دماغك، عايزين الفكر بتاعك، عايزين التعديل على الافكار، عايزين انك تقول ايه لا انا مش مقتنع بالهيئه، لا انا عايز اعمل كذا مش عارف ايه. ده مهم جدا. عشان كده دي برضه تودينا لنصيحه ثانيه مهمه، وهي ان انت لما تيجي تعمل اي مرحله في مراحل الاناليسيس وبالذات في مرحله الاناليسيس لازم كل التيم يكون بيعمل دوكيومنتس. تدخلوا ميتنج ولا حاجه كل تيم يبدا ان هو يشترك يعمل دوكيومنتس. ما تعملش بقى ايه مش عارف محمد هيعمل اليوز كيس دايجرام ده هيعمل السيكونس دايجرام مش عارف ايه هنجمعهم مع بعض يلا بينا. الكلام ده غلط تماما. كده انت بتخاطر ان حد في التيم اصلا ما يكونش فاهم الفكره بتاعت مشروع التخرج بتاعك.
عشان كده الاناليسيس لازم الكل يعمله، عشان لو ما عملتش كده انت هتكتشف في اخر السنه ان في ناس اصلا بتقول لك هو فكره المشروع بتاعك ايه؟ وعلى فكره دي بتحصل كتير. تمام؟ فالتيم كله لازم يشارك، يبقى عنده فكره عامه للمشروع، مش كل واحد بيركز في شغله كده وخلاص. ماشي؟ طيب دي مشاركه مهمه جدا جدا من شخص انا عايزه وبحبه جدا جدا يعني، مش مهندس محمد بدر. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اختار ناس شبهك. بمعنى ان انت مثلا ما ينفعش يكون كل طموحك في هذا العالم اللي انت تجيب امتياز في مشروع التخرج، وتقوم داخل مع مثلا مع تيم كل همه مسقعت بقى وعايز يبدا ستارت اب ومش عارف ايه ويلا بينا وكده، انت كده بتظلمهم. هما هيكونوا عايزين حاجة معينة بس انت بتقدم حاجة تانية خالص، او العكس. العكس دي بقى مصيبة، انت ربنا معاك ربنا يعينك لو انت كل همك بقى اول مسابقات وتتفاهم مش عارف ايه، دخلت مع تيم عايز يجيب تقدير، حرفيا يعني انت هتواجه صعوبة كبيرة جدا جدا. هنتكلم كمان شوية ممكن تعمل ساعتها، بس هتواجه صعوبة كبيرة جدا. فعشان كده من دلوقتي وانت بتختار الناس، اختار ناس شبهك اللي هم عندهم نفس الامبيشنز نفس الطموح. ده كله بناء على اولوياتك. على فكره انا مش بقول فكره ان انت تكون عايز تعدي بامتياز نهايه حاجه وحشه، مش بقول ان انت لو واحد عايز يقتصر كل حاجه على مشروع التخرج ان هو ينجح فيها، مش بقول ان دي حاجه وحشه، بس بقول ان دي استراتيجيز مختلفه، خطط مختلفه. اختار الناس اللي عندهم نفس الخطه بتاعتك. واضيف بقى كلام على باشمهندس محمد بدر، وهو ان مش بس شبهك في الامبيشنز، ناس شبهك شبهك. تمام؟ يعني شبهك في التعامل، شبهك في الاحترام، الاخلاق، مش عارف ايه الكلام من ده. اللي انت فعلا تحس ان انت داخل مع ناس انت مش بتواجه صعوبه عشان مثلا تفسر موقف ليك، او ان انت مش كل شويه بتدخل في خناقه عشان معطلين على حاجه، لا انت داخل مع ناس شبهك. احنا في الاول وفي الاخر احنا مش داخلين حاجه، انت مش داخل تغير حد. تمام؟ هو حد ما شاء الله هو جرون اب وانت جرون اب، فانت ما ينفعش ان انت تغيره. احنا مش مثلا فاتحين جمعيه خيريه مثلا قاعدين نغير في الناس، لا احنا بنختار الناس اللي شبهنا اللي هيريحونا بس. ماشي؟ طيب لما نيجي نتكلم على الاستراتيجيز، ده كده حاجه كده اي كلام انا عملتها مش فاهم ده ايه، بس المهم يعني احنا ايه هنا في التايم الوقت، وهنا في الايفورتس اللي هو المجهود اللي انت بتبذله. والله لو انت حضرتك حابب ان انت تكتفي الكليه اللي انت عايز تجيب امتياز وخلاص، يبقى انت هم الوقت قليل جدا، تقضي وقت قليل جدا جدا في مشروع صدقني الموضوع مش هياخد منك كتير خالص. في نفس الوقت الايفورتس بتبقى قليله جدا، عشان حرفيا الموضوع في الاخر بسيط، الموضوع في الاخر مش صعب. يعني فكره مشروع التخرج في حد ذاته هو الموضوع مش صعب. تمام؟ طيب كل ما انت بتطلع اكتر في الايفورتس في التايم، فمعنى كده ان انت بتتارجت حاجه اكتر، سواء مسابقات، سواء انت بتفكر ان انت تخليها ستارت اب، سواء انت عايز تضيفها للسي في وعايز تقوي التراك بتاعك والكلام اللي هو كله، يبقى انت مكانك فوق. فانا شايف كاكسرسايز بسيط كده مع التيم بتاع مشروع التخرج بتاعك، سواء انت لسه هتكونه، انت في ثالثه او ثانيه ولسه هتكونه او انت اوريدي كونته، اعرض عليهم السلايد ده وقول لهم يا جماعه هو احنا فين؟ لو انت لقيت حد معاك خالص وانت فوق خالص او العكس في حاله غلط وانتوا الاثنين ناس صعبه، فده بلاش. ماشي؟ طيب في حد عنده اي سؤال في الجزء ده؟ اوكي. بالنسبه للتراك وانا عندي سلايد ولا لا؟ مش طيب نرجع تاني للباشمهندس محمد بدر، بيقول لك بالنسبه للتراك ان مشروع التخرج ده فعلا هو اهم مشروع انت هتعمله في التراك بتاعك. ولما انت هتروح الانترفيو دي انت بتروح تخصص طبعا في فويس، لما انت تشوف الانترفيو هيناقشك شويه في مشروع التخرج وانت عملت ايه ليه والكلام ده. طب حد يعرف ليه هو هيناقش مشروع التخرج؟ عشان ببساطه مشروع التخرج هو يعتبر هيبقى اكبر مشروع انت عملته في التراك بتاعك. ببساطه انت ده مشروع انت قعدت عليه اكثر من 9 شهور مثلا، هو اكيد هيبقى مشروع افضل مثلا من حاجه انت اشتغلت عليها شهر، صح ولا لا؟ ففعلا هي هتاخد حيز كبير جدا من التفكير، هتاخد حيز كبير جدا من التفكير اللي موجود، وبالتالي تهتم بيه لو انت بتهتم بالتراك بتاعك. واوعى، ودي بقى كوت من واحد اسمه امير حمزه، هو شغال باك اند انجينير في تي، يعني ما اقتنعش بكلامه قوي الصراحه، احس ان في حاجه بيقولها يعني مش عجباني قوي، بس يعني ايه انا لقيته كتب حاجه فقلت انزل. المهم بيقول لك اوعى تدخل في تراك
ايه التراك اللي انت هتكمل فيه. يعني انت دلوقتي مثلا لو بتتعلم باك اند وناوي بعد التخرج اللي انت تشتغل باك اند، لو انت دخلت مثلا تراك في مشروع التخرج مش لازم مثلا تروح فين تهتم بنفسك. انت قعدت سنه كامله اولا بعيد عن التراك بتاعك الاصلي اللي انت هتشتغل بيه ومش بتشتغل عليه، وفوت فرصه المشروع التخرج اصلا اللي انت بتطبع عليه وما فكرتوش الفتره اللي هي كلها. فهو انت بتعمل ايه؟ فين الجولز بتاعتك؟ عشان كده الايكو ده هو اللي هو اي بي بيقول لك الجولز الاينمنت مهم، ان انت كل الاهداف بتاعتك تكون الاينت مع بعض، يعني تكون ماشيه كلها في مسار واحد. عارفين الاينت يعني ايه؟ الاينت يعني ايه بعض؟ محاذاه بالظبط، محاذاه. عارفين لما كل حاجه تكون محاذاه لبعض؟ ان انت فترتك في الكليه في اخر سنه مثلا ماشيه بتتعلم التراك، في نفس الوقت انا بتعلم التراك برضو في مشروع التخرج، في نفس الوقت انا مثلا في ستيودنت اكتيفيتي في جروب وبتعلم معاهم نفس التراك. يبقى انت كده ماشي صح، انت جولز بتاعتك الاين. اما واحد بقى يجي هنا يقول انا بتعلم تراك الباك اند، دخلت في مشروع التخرج عارفين صوت البطريق دلوقتي بتعلم تراك باك اند، دخلت مشروع التخرج ماشيين مش عارف انت بتعمل ايه في الاخر؟ ايه الاوت اللي هيبقى موجود؟ هل انت فكرت انت بعد ما تتخرج انت هيكون ايه وضعك؟ تمام؟ فاهدافك كلها تكون الايند مع بعض، النقطه دي مهمه جدا. بعدين نيجي على البروجكت ايديا. باشمهندس كمان بيقول لك انت مش هتجيب فكره من التاريخ، كل الافكار معموله قبل كده، شوف انت هتقدر تضيف ايه. دي حقيقه، نسبه الافكار الجديده في مشاريع التخرج 1% من 100% اللي هو لسه بعيده قوي، بعيده بطريقه انت لا تتخيلها. وفكره ان هي فعلا تكون فكره جديده برضه مش موجوده. عايز اقول لكم على موقف لطيف. لما احنا كنا جبنا فكره مشروع التخرج في الاول، معرفش تعرفين ولا لا، بس كنت عملت درس وكده. انا كنت فاكر بقى ايه؟ دي الفكره بتاعتنا جديده، ما حدش عملها قبل كده، مش عارف ايه الكلام ده. لما جيت اعمل سيرش شويه لقيت ايه نزل معايا؟ ايه الريبليكا دهيت؟ اه نفس الفكره بتاعتنا. يبقى هي الفكره طلعت موجوده سواء انت عارف ولا لا، بس هي موجوده ومعموله. طيب هل ده عادي؟ عادي بنسبه 100% عشان لو ما كانش عادي ما كانش في ولا مشروع طلع. احنا متفقين على النقطه دي، انت لو فكرتك متكرره فهي شيء عادي. طيب انت بقى الفكره كلها تقدر تعمل ايه عشان تميز الفكره بتاعتك؟ هل مثلا كان في فيتشر موجوده قبل كده، حاجه معينه موجوده عندك في السيستم وانت عايز تطورها، فدي تعتبر ابداع؟ ده يعتبر انفيشن؟ لا. طيب هل مثلا كان في تركيبه معينه من الفيتشرز ملوش مع بعض قبل كده فانت خليتهم مع بعض؟ ده هو ده ابداع. فاللي انا عايز اقوله ان الابداع بيكون موجود في تطبيقك للفكره، بس ما بيكونش موجود في الفكره، مش شرط ان هو يكون موجود في الفكره. لو انت جبت فكره فعلا جديده اللي هو ما تبقتش متاكد فعلا ان هو جديده، ما تعملهاش مشروع تخرج عشان هتتسرق. تروح لاي انفستور ولا حاجه، تروح للمستثمر، تروح مش عارف ايه، حد ثقه وتعرض عليه الفكره، تبدا ان انت تمشي بقى في الحوارات دي، بس ما تحرقهاش في مشروع تخرج. بس يعني بنسبه زي ما احنا قلنا 99.9999 الحاجات دي كلها الفكره بتاعتك ايه؟ مكرره. ماشي؟ طيب يبقى دي برده كانت اضافه مهمه بخصوص فكره البروجكت. طيب يبقى البروجكت ايديا بتاعتك لازم طبعا تكون مبنيه على بروبلم، لازم تكون مبنيه على مشكله معينه انت بتحاول تحلها، او ان هي تكون مبنيه على بزنس نيد، يعني يكون في حاجه معينه في البزنس انت بتحاول انت تحلها. انت لو بتعمل الفكره دي مش بتحل حاجه مش هيستخدمها. انت لو بتعمل حاجه الفكره ده هي محدش هيستخدمها اصلا، محدش مثلا هيشتريها، محدش هيفكر بيها، مش عارف ايه، ما تعملهاش. عشان كده بكل بساطه انت بتعمل حاجه مش هيبقى لها فاليو حقيقيه، مش هيبقى لها قيمه حقيقيه. ماشي؟ طيب انا دلوقتي لو انا عايز هانت ايديز، لو انا عايز دلوقتي لسه ما اخترناش فكره او اخترنا فكره ولسه مخترعين في الموضوع ده، او اخترنا فكره وعايزين سيرش عن افكار اللي شبهها، نعمل ايه؟ اول حاجه المكان يعني الرائع جيت هاب. تمام، اكتب على جيت هاب اسم البروجكت بتاعك كتكنيكال اسم، يعني مثلا اكتب انا ساعتها كتبت مثلا منتال هيلث، فجت لي نقط كل الكلام اللي اتعمل قبل كده في المنتال هيلث، جت لي داتا سيتس، جت لي داتا سيتس كمان في العربي، جت لي حاجات كتير جدا. جيت هاب مهم. جرب فيسبوك سيرش، اعمل سيرش على فيسبوك مثلا جوه مثلا صفحه كليه حاسبات مثلا،
كليه حاسبات تقريبا كل سنه تقريبا مع السنه دي اعتقد عشان كل سنه ما بس المهم هي كل سنه هي بتنزل كل الافكار بتاعه مثلا السنه دي تي اس اي تي اي اس امريكا كل الافكار هي حوالي 150 فكره عنده شوفوا ما عملوا ايه شوف اللي قبلك عملوا ايه عشان تعرف انت ازاي ممكن تتطور عليه ما تعملش ريبليكيت اللي هم عملوه عشان انت كده مش هتكون راجع على نفسك دي حقيقه المفروض ما ترضاش على نفسك انت عملت ريبليكيت اللي هم عملوه بس انت لازم ان انت تفكر فيها وتحاول ان انت تغيرها شويه يعني تحاول ان انت زي ما احنا قلنا تزود فيتشر تجمع فيتشرز تحسن فيتشر وهكذا طيب يبقى زي ما احنا قلنا ان اليونيكنس اباوت ذا ديتيلز هي عباره عن التفاصيل بتاعه الفكره مش مجرد الابستراكت اللي هو الفكره بشكل عام طيب باشمهندس دينو تقول ان التايم مانجمنت هو اهم عنصر عشان تنجح ليه حقيقه حرفيا انت لو انت فضلت تسيب نفسك كده لكل حاجه لغايه لما مثلا الكليه تطلبها انت كده هتحط نفسك في موقف وحش قوي فجاه كده هتلاقي نفسك بتضغط الناس اللي ما بتضغطش اللي هي بتعمل ايه؟ بتبقى one step ahead او two steps ahead يعني انت بتبقى خطوتين قدام انت عارف ان مثلا في شهر 9 مثلا كل دي مجرد امثله انت عارف ان في شهر 9 الكليه هتطلب مثلا بروبوزل ابدا اعمل بروبوزل من دلوقتي زي ما انت عندك وقت انت ليه تسيب نفسك اللي انت بتتزنق لغايه لما انت يكون عندك امتحانات ويكون عندك مش عارف ايه ومسؤوليات ثانيه وكلام من ده مالهاش لازمه ابدا استغل الفتره اللي هي من دلوقتي ابدا استغل فترات الفراغ علشان انا من وجهه نظري اللي انت تشتغل مثلا على مدار 9 شهور بشكل معتدل احسن بكتير قوي من ان انت تضغط قوي في 8 شهور هي كلها فرق شهر اصلا يعني فانت ليه تضغط كل ده وده هيجي على حياتك الشخصيه ويجي فتايم مانجمنت مهم تدير وقتك بشكل صح عشان فعلا انت فجاه كده لو لقيت التاسكات دي بتتراكم عليك انت هتلاقي فعلا دماغك نفسها زي ما باشمهندس دينا بتقول دماغك نفسها هتبقى مكركبه انت مش هتكون فاهم يعني المفروض دلوقتي اعمل ايه؟ هو انا المفروض دلوقتي اروح الدكتور ولا اعمل بروبوزل ولا اعمل برزنتيشن هتلاقي ان الدنيا كلها دخلت في بعضها ماشي؟ فدي نقطه مهمه برضه الاوفر ويرمنج وده برضه من الاصدقاء الاعزاء يعني باشمهندس عبدالله بيقول لك ان هو عنده عاده سيئه شويه ان هو بيحط نفسه في حاجه صعبه جدا حاجه صعبه جدا وبالتالي هو ممكن يكون ما يعرفش عنها خالص ما سمعش عنها خالص فهو بيرمي نفسه فيها فهو بيقول لك دي حاجه مش صح ممكن ناس قاعده هنا تختلف مع النقطه بس انا اتفق معاها ليه؟ عشان انا بحط الجولز بتاعتي الاهداف بتاعتي شوف انا كاتب كده ايه هنا انا بحط الجولز والاكسبكتيشنز بتاعتي لازم تكون حاجات حقيقيه يعني مثلا ما ينفعش ان انا واحد لسه اصلا ما بداتش مثلا في الباك اند فانا هقول ايه؟ انا هعمل مشروع بتاعي هيبقى مايكرو سيرفيس مايكرو سيرفيس مايكرو سيرفيس ايه؟ لا الناس اللي سينيور اللي عندهم 10 سنين مثلا بيجوا يعملوا مايكرو سيرفيس بتعمل فيها مشاكل الدنيا كلها يبقى انت دايما تحاول تفكر في الحاجات التكنيكال اللي انت ممكن تتعلمها في خلال 9 شهور ما بقولكش دلوقتي لا اللي انت ممكن تتعلمها في خلال 9 شهور يعني مثلا ممكن باشمهندس عبد الرحمن مثلا ممكن يقول ايه انا محتاج اتعلم ريال تايم تمام فانا في 9 شهور دي اتعلم ريال تايم ريال تايم عادي بتتعلمه فعلا في الفتره دي عايز اتعلم مثلا ان انا اعمل انتجريشن عايز اعمل كذا طالما هي حاجه هتنفع جوه التايم فريم دوت توكل على الله لو حسيت ان انت هتتضغط جدا او مش هتقدر ان انت تحققها بلاش ماشي وخد ديسيجنز الاول صح ماشي طيب بالنسبه للفوكسنج وده برضه زميل ليا يعني اسمه ستيف جوبز بيقول لك ايه ستيف جوبز الكود ده هي على فكره الكود ستة رائعه ليا كتب طبعا في البوست ده ليه؟ اسمه كمان بص يعني بس انا مسحت الكومنت بس عشان الناس ما تقولش ان هم اصحاب وتبدا بقى تقول طب اتوسطتي عنده بالظبط يعني انا زي يعني المهم بيقول لك ايه ستيف جوبز بيقول لك you should not go to 16 different directions and make small achievements in each يعني بيقول لك بلاش فكره انت قاعد كده ايه انا دلوقتي فتحت شركه جديده او مثلا عملت بروجكت جديد انا همشي في الفيتشر دي في نفس الوقت في الفيتشر دي في نفس الوقت في الفيتشر انا همشي في 16 فيتشر مع بعض عادي في نفس الوقت عادي جدا اخلص هنا شويه واخلص هنا شويه واخلص هنا شويه بعدين هل انت هتلحق تطلع برودكت منهم؟ لا انت قاعد ان انت عارف كانك ايه؟ كانك مثلا قال لك ان انت محتاج تروح الجهه الثانيه
مثلا انت في الطريق هنا وانا محتاج ان انا اروح الناحيه الثانيه وفي عندي قدامي مثلا 8 طرق فانا بدل ما انا امشي في الطريق ده اخلصه وبعدين ارجع في الطريق وبعدين كده بشكل طبيعي لا انا قلت ايه انا همشي هنا خطوتين اروح امشي هنا خطوتين هذا منطقي مش منطقي طبعا فهو هنا بيقول لك ان فكره التركيز في حاجه مش فكره ان انت تقول على كل حاجه تعالى يلا نعملها يلا نعملها الفيشه دي حلوه يلا نعملها لا العكس يو سي نو الفوكسنج الحقيقي اللي انت لما يجي لك حاجه جديده وانت اوريدي بتعمل حاجه قديمه تقول لها لا ستوب ممكن نحطها كده في الفيوتشر وورك ممكن نركنها على جنب خالص اخلص اللي انا بعمله هروح لها ده اسم التركيز الحقيقي مش فكره ان انت ايه يلا حتى اقترح فكره يلا نجري عليها حتى اقترح فكره يلا كمان نجري عليها كده حرفين بتحرق نفسك يعني فانت ساعتها انت لازم تديفاين مين دايركشنز بتاعتك اللي هو الاتجاهات الاساسيه اللي تبقى عندك في السيستم ماشي طيب ده اخر graduation project ايكو بعد ما هنكمل بقى الابتدائي ده برضو من صديق عزيز واخي العزيز شوان سليم هو معانا هنا بالمناسبه بيقول لك ايه؟ بيجي يتكلم عن اكسبيرينس بيقول لك في الاول وفي الاخر هتبقى تجربه عليك زي اي تجربه موجوده في هذا العالم هتغلط؟ اوعى تتوقع ان انت مش هتغلط في الموضوع ده هو كله سواء ممكن مثلا تزعل زمايلك ممكن مثلا يحصل تاتش ما بينك ممكن تغلط في تطبيق حاجه ممكن في البرزنتيشن تتلخبط وانت بتتكلم ممكن هتغلط بس هتتعلم يعني انت في الاول وفي الاخر انت هتطلع من فتره مشروع التخرج الاول انت استفدت من حاجه طيب هتفرح يعني هيكون في حاجات تفرح في الموضوع هيكون في مثلا بينكم ميتنجز كويسه تطلعوا بيها بحاجه حد هيشكر في شغلكم حد مش عارف كذا هتفرح وهتتضايق هتلاقي برده مثلا حد بيقول لك كلمه محبطه جدا هتلاقي مش عارف كذا هتشوف كتير زي ما هو بيقول لك انت هتشوف كتير بس تاكد ان ربنا هيكتب لك خير دي اكتر حاجه انا مقتنع بيها الصراحه من النقاط اللي فاتت عشان هي بكل بساطه هي بتشرح تجربه مشروع التخرج في كلمتين ان انت هتعدي كل حاجه طيب كان اللي فات دوت كان عن ايه؟ كان عن graduation project الحمد لله يعني ما طولتش قوي يعني لسه بتاع ساعتين ثلاثه اربعه بسيط بعض الناس محدش يطول طيب about last year يعني دلوقتي احنا بنتكلم عن الايكوز اللي ليها علاقه بالسنه الاخيره بتاعتك في الكليه اللي هي سنه رابعه ليه؟ عشان تحاول تجهز نفسك بعد كده لسوق العمل اللي هو السنه الجايه اول ايكو زيرو انت دي كود لسان تسو ده جنرال صيني تقريبا في 1100 مثلا ميلادي حاجه وبرده كتب على الكومنت على البوست ما اعرفش زي ستيف جوبز المهم بيقول لك if you know the enemy يعني انت عارف دوت وعارف نفسك فانت فعلا انت مش محتاج ان انت تخاف ان انت تدخل اي مكان مش محتاج ان انت تخاف تدخل اي معركه عشان انت اوريدي انت عارف نفسك ونقطة ضعف اللي فيه ونقطة قوة وعارف كل حاجة وعارف عدوك كويس وفاهم ده ايه. العدو هنا معناه ايه؟ احنا بقى مش في مباراة احنا عادي مش قوي كده. العدو ده هي التشالنجز انت بتواجه مجموعة تحديات. فانت هنا انت بتفهم التحديات يعني مثلا زي ما انا بقول لك التحديات اللي كانت عدت بيهم المشاكل اللي عدت بيهم مش عارف ايه. تاني حاجة انت بتعملها ان انت تفهم نفسك تفهم النقاط السلبية اللي فيك اللي انت عايز تطورها. تفهم انت عايز تعمل ايه في خطواتك الجايه سواء في التراك او في غيره تمام وبالتالي لما انت تيجي تتكلم شويه عن نفسك فانت اكيد اول حاجه هتيجي على بال اي حد التراك بتاعك اللي هو الهارد سكيلز وبعدين اكيد السوفت سكيلز زي الكوميونيكيشن مش عارف ايه والحاجات البسيطه دي بعدين النتورك بتاعك اللي هو الشبكه اللي انت عارفها بشكل عام وبعدين الاستراتيجيز اللي انت بتاخدها وهنا هقف على حته استراتيجيز خلينا نشوف اول استراتيجي جديده المفروض تكون عندك لما ان شاء الله يعني سواء دلوقتي وانت بتحضر نفسك لفتره ما بعد التخرج او ما بعد التخرج ده طبعا ان شاء الله يعني مش هنصح من المرشدين من الناس برضو اللي انا بعزها جدا بيقول لك المذاكره مع اصحابك بتروح دي حاجه كويسه جدا موضوع حلو بس الفتره اللي بعدها انت محتاج يبقى عندك حاجه اسمها كوميونيكيشن استراتيجي يعني انت لازم يكون عندك بقى الطريقه اللي انت
تستخدم فكره الكوميونيكيشن اللي احنا اتكلمنا عنها دهيت عشان تساعدك في شغل في اللي انت تلاقي شغل في اللي انت بعد ما انت تلاقي شغل اللي انت تنجح فيه واللي انت تقدر تطلع درجات فيه. فلما نيجي نتكلم اكتر على الاستراتيجي ودي اللي كتب النقاط دهيت كان باشمهندس محمد بدر ما شاء الله هو داخل معانا تقريبا في ربع السلايدز ان شاء الله ان شاء الله عليه يعني. اول حاجه ان انت تخليك اكتب على لينكد ان يعني بدخل بلاقي الناس بتقعد تشوف شهاداتها وانا اصلا ماليش في الكلام ده وانا عيل صغير وماليش في الكلام ده خالص. حاول بس خد نفس عميق انا كمان بقرا بس ده لا ينفي ان هو مهم جدا وان فعلا في ناس كتير جدا تلاقي شغل من خلال لينكد ان. فهو بيقول لك دايما انت عملت اي بروجكت اعمل له ديمو حلو كده فيديو لطيف بتعمل فيه تفاصيل بروجكت ترفعه على لينكد ان تبدا ان انت تخليك اكتف اكتر. اي بروجكت تعمله تعمله دوكيومنتيشن النقطه دي مهمه بطريقه انت لا تتخيلها يعني تعمل توثيق للمشروع بتاعك. انت لو انت عملت المشروع بتاعك ولكن ما وثقتهوش الناس ما تعرفش انت عملته وايه لازمته؟ مش انت استفدت من التراك بتاعك شويه لسه بعدين ايه لازمته؟ الناس مش عارفه ان انت شاطر هتشتغل ازاي؟ النقطه دي مهمه لازم تعمل دوكيومنت لكل حاجه. عارف الموضوع عامل زي ايه؟ زي وانت في الكود مثلا عملت ميثود بس ما رديتش عليها اصلا. فهي هتشتغل ولا اي حاجه هي ميثود موجوده لغايه لما انت تنادي عليها. بننادي عليها امتى؟ واحنا بنوثق المشروع بتاعنا واحنا بننزله على لينكد ان واحنا بنبقى اكتف على لينكد ان. وانت على لينكد ان بقى عارفين الناس اللي سبام تلاقيت؟ الناس اللي سبام اقعد اعمل اد كتير. بس الفكره برضه حاول ان انت تلاقي الناس اللي انت بتعملها اد يعني مثلا اعمل اد لواحد مثلا شغال تالنت اكيوزيشن. تالنت اكيوزيشن ده هو طبعا انا بقول كلمه صح بس هو فكرتها ايه؟ فكرته ان هو بوزيشن موجود في الشركات هو يعني بيشوف التالنتس الموجوده بيشوف المواهب الموجوده سواء على لينكد ان او على السوشيال ميديا وبيبدا ان هو يعمل لهم حاجه اسمها هيد هانتنج بيروح يكلمهم بيقول لهم انت مثلا في بوزيشن ايه دلوقتي تحب تيجي تشتغل عندنا مش عارف ايه. فهو فعلا موضوع مهم جدا. فانت مثلا عملت كونكشن ل 30 واحد كده مثلا و 30 اتش ار ريب فانت لما نزلت حاجه مشروع حلو انا دلوقتي تخيل نفسك اللي انت دلوقتي اتش ار ريب قالوا لك ان احنا عايزين نعين دلوقتي واحد باك اند وانت قاعد بتعمل سكرول كده على لينكد ان عادي لقيت حد فيه مشير بروجكت عامل فيه اي بي اي كاتب التوصيل كويس قوي نفس التكنولوجيز اللي انت محتاجها ببساطه هتكلمه ولا لا؟ دي الاحتياجات بتاعتك. فدي انت بتعمل هنا ايه؟ انت بتشوف انت بتكسبوز نفسك للناس انت بتظهر نفسك للناس ماشي؟ فدي طبعا برضه من النقاط المهمه جدا. طيب لا يا باشمهندس محمد بول برضه اكيد هقول بعزهم جدا بيقول ان تجربته في السنه الاخيره كانت كانها بروفه للشغل سوق العمل. ودي حقيقه فعلا مواقف مهمه جدا اللي انت يعني سوق العمل خلينا نتفق ان هو اصعب شويه من حتى الكليه. اصعب من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان هو تحديات جديده يعني فاكر لما اي حد هو داخل في الكليه في الاول اكيد كان صعب كان في درجه من الصعوبه. هو اي مرحله عموما في بدايتها بيبقى في صعوبه شويه فيها. فانا لو انا جيت قلت لك انت عارف انت ممكن تعمل ايه؟ تيجي تجهز نفسك دلوقتي تعمل بروفا كده نعمل سيميوليشن مع بعض كده. سمعت انت مصطلح سيميوليشن دوت كتير. حد مثلا عمل برزنتيشن فيقول للتيم بتاعه تعالى نعمل سيميوليشن او تعالى نعمل بروفا قبل ما احنا نروح نعمل الايه؟ البرزنتيشن نفسها. خلي السنه دي كانها كده خد مثلا فرصه اقعد ادور على انترنشيبس كتير ما لقيتش انترنشيبس اقعد مثلا ادخل ستيودنت اكتيفيتي ستادي جروب معاهم مثلا تستادي حاجه معينه. سيبك من ستيودنت اكتيفيتيز لو انت مثلا مش بتحب قوي اتجاه دوت عادي برضه من مجاجر بس مثلا ممكن انت تجمع مثلا فريق وتقول لهم يلا يا جماعه نعمل مشروع في مسابقه مش لازم مشروع تخرج مشروع تاني غير مشروع تخرج او مشروع تخرج. قصدي انت تبدا تفكر انت ازاي تحاول تعيش الاجواء بتاعت سوق العمل ماشي. وعايز اقول ان افضل حاجه ممكن تعيش حاجه زي كده هي مشروع التخرج لو انت فعلا واخده باللي هو لو حد فاكر الدايجرام لو انت واخده من فوق هو انت مهتم بيه ماشي. النقطه الثالثه هي الاوبن سورس برضه مش هنصعب طبعا معانا تاني. بيقول لك ان الاوبن سورس فعلا من الحاجات اللي فرقت معايا جدا وعلى فكره من الحاجات اللي فرقت معايا جدا. انا اصلا مش عارف انا قلت كده قبل كده ولا لا بس انا اصلا حاليا في شغلي الحالي بسبب باكج انا كنت عملتها الاوبن سورس. حته الباكج ما كانتش صعبه وعلى فكره كنت كاتبها بكود اصلا مش قد كده كانت كود شغال يعني
نزلتها عملت لها دوكيومنتيشن على حاجتها ونزلت لها بوست مش عارف ايه. سي تي او شركه وهو معدي اللي هو الشركه حاليا انا فيها شاف البوست عجبه الباكج عجبه الدوكيومنتيشن عمل الاكونت كلمناه ونشوف البروسيس وخلاص الحمد لله خلص. فالفعلا الاوبن سورس من الحاجات المهمه جدا عشان هي برضه بتخليك تكسبوز اكتر بتخليك تنتشر اكتر ما بين الناس. فحاول مثلا لو انت شاطر في حاجه لو انت شاطر مثلا في الباك اند اعمل باكج صغيره كده تعمل اي حاجه مثلا ممكن ان انت تجمع شويه مصادر وتنزلها زي مثلا الرود ماب اللي الناس بتعملها اعمل مش عارف كذا. شارك عموما في الاوبن سورس هو حاجه انت تفتحها بشكل مفتوح مصدر للناس كلها. هي هتبقى مجانيه بس هو البنفيتس بتاعتك بتبقى اكتر بكتير قوي من مجرد سالري يعني او مجرد قصدي فلوس ماديه. طيب حد عنده تعليق على جزئين؟ حد عنده تعليق على اي حاجه من الجزئين ده؟ وكده كان في جزء كامل عشان انسر في الاخر يعني هناخد راحتنا فيه ان شاء الله. طيب الكوليكتيف اكشنز يا الله النقطه دي مهمه. دلوقتي انت نفترض ان انت اخدت خطوه هل اخدت خطوه مهمه مثلا انت اكتشفت دلوقتي وانت قاعد انا فعلا الابشنز بتاعتي مختلفه تماما عن التيم دول هموم كلهم ان هم ينجحوا وانا هاجي ده مثلا اعمل حاجه كويسه مش عارف ايه. هل الصح ان انت تسكت ساعتها بقى وتقول خلاص يعني بقى انا غلطت الموضوع سيبك مش عارف ايه؟ طبعا الصح ان انت تعمل تشوف ازاي تقدر تصلح ده تعمل اكشن تصليح اللي هو كوركتيف. وخلي بالك من نقطه مهمه جدا ان انت كل يوم بيعدي بعد اكتشافك المشكله هيبقى اصعب عليك ان انت تصلح المشكله. خلينا متفقين يعني مثلا انت دلوقتي لو ست مثلا اتفرج بعيد عن اي حد ان شاء الله بس انت هتفرج ان انت ست التيم بتاعك دلوقتي هل دلوقتي هيبقى احسن ولا كمان ست شهور؟ دلوقتي طبعا عشان انت اصلا دلوقتي لسه في تيمات ممكن تكون ما جمعتش مرعين مش عارف كذا لسه ما بداتوش قوي فالدنيا هتبقى سهله. ولكن بعد ست شهور انت خلاص انت قدام امر الواقع انت لو سبت التيم بتاعك انت هتروح فين؟ تمام؟ فلا انت دايما لازم انت تفكر ان انت ما تتجاهلش المشكله تحاول ان انت تحلها ومش لازم انت دايما تحاول تحلها باللي هو الحل المتطرف اللي هو اللي انت تروح هنا المتطرف طبعا اللي هو جاي من الطرف اللي هو انا يا اما هنا يا اما هنا يا اما اخد قرار ان انا افضل يا اما اخد قرار ان انا امشي. لا دايما في جري ايرنس دايما في حاجات كتير جدا في النص. ممكن مثلا انت دخلت مع تيم هو كده اقنعهم حاول معاهم اقنعهم قول لهم مثلا يا جماعه احنا عايزين نزود الابشنز بتاعنا وعايزين نعمل مش عارف كذا مش عارف ايه. فقصدي ما ينفعش دايما يكون الكوريكتيف اكشنز بتاعك هو اكشن نهائي قاطع لا رجوع فيه. لا ده يكون اخر اوبشن خالص بعد ما انت خلاص تخلص كل الاوبشنز اللي عندك ماشي؟ وانا كنت اتمنى ان انا اسمع نصيحه زي دي في حاجات كتير في حياتي بشكل عام يعني من النقطه دي. طيب ايكو في شركه العلم اللي مش لسه شايفاها اعتقد ان واضحه صح مش محتاج ان انا اشرح قوي بس هو فعلا مشاركه العلم هي حاجه مهمه جدا. ربنا يبارك لك في شغلك ربنا يبارك لك في رزقك. دي من الحاجات اللي ما فيهاش اوت اوت يعني ما ينفعش ان انت تقول انا دلوقتي هشارك في العلم عشان انا مستني كمان يومين ان انا يجي لي عرض في الشركه الفلانيه. كده ان ايه ده غلط. انت بتشارك العلم لله وبعدين بتوصف لله ان انت ان شاء الله هو هيديك ثواب بعد كده على دي سواء ثواب دنيوي سواء ثواب بعد كده هياخد ثواب تمام. ف يعني ايه النقطه دي keep it in mind ما تخبيش حاجه. شارك اللي انت تعرفه خلي زميلك يشارك اللي انت تعرفه انتوا الاثنين هيزيد معرفتكم انتوا الاثنين هتاخدوا ثواب انتوا الاثنين هتكونوا شطار ان شاء الله. مش عارف دي كانت ايه بس يعني كان لازم اختم الجمله. ماشي اللي فات ده كان ايه؟ الايجوز بتاعت مين؟ بتاعت لاست يير اللي قبلها كانت الايجوز بتاعت الايه؟ جرادويشن بروجكت. ده بقى الايجو خاص بيا انا عشان كده انا كاتب تحت اكستراكتد فروم دايري جاي طازه كده من الدايري. بعد جوزي الجمله دي دي تقريبا انا كنت كاتبها من كام شهر ممكن سنه
كنت داخل مسابقه كنت حاطط املات كتير قوي عليها، كنت متوقع ان انا اكسب. عارفين انتوا غرور شويه، احيانا الواحد بيجي له غرور اللي هو يا عم انا اكيد هكسب مش عارف ايه. وفجاه كده قلت ان انا متعبتش. ساعتها انا عديت بمرحله بقى صعبه من فقدان الشغف، من مش عارف ايه الكلام من ده. ولكن المشكله ببساطه ان الواحد احيانا مش بيتقبل فكره الخساره، اللي هو فكره ان انا لازم اضحي بكل حاجه. ايه لازم اضحي بكل حاجه؟ واقع مثلا انت مشترك في الواقع مثلا في كل حاجه لازم تنجح فيها، مش عارف ليه لازم تنجح في كل حاجه. انت في حاجات تنجح فيها، في حاجات تخسر فيها، في حاجات هتطلع فيها بمكاسب وفي الاخر هتخسر، في حاجات مش هتطلع فيها بمكاسب. يعني قصدي مفيش شروط معينه. فانت في الاخر دايما لما انت تيجي مثلا تخسر في حاجه وايه هتحصل؟ سواء مسابقه او غيره او اي حاجه، او مثلا في حاجه معينه انت دخلتها وكنت عايز تنجح فيها، شركه بتقدم عليها، الكلام اللي هو كله، بلاش يجي لك الاحباط ده. ابدا تعمل ريفلكت على اللي حصل، تقول طب وانا خسرت اصلا ليه؟ انا خسرت مثلا عشان كنت مقصر في الحاجه الفلانيه، او ممكن انا اظبط الحاجه الفلانيه، وصلت طلعت كده بالبنفيت فيها. تبدا تفكر في البنفيتس الثانيه اللي انت طلعت منها اصلا من الحاجه دي بشكل عام. تمام؟ فدي سلايد مهم اختصاره اتعلم الخبره باختصار عادي واحترام عادي مفيش مشكله يعني. اثنين اكسبكتيشنز، ودي برضه نقطه مهمه. حاول انت تخلي دايما الاكسبكتيشنز بتاعتك التوقعات بتاعتك في اي حاجه عموما معتدله. ما ينفعش انت تقول ان المشروع ده هو من دلوقتي ان هو هيبقى احلى شركه في العالم واحسن حاجه في العالم ومش عارف ايه وهدخل كل المسابقات بس الدنيا مش عارف. لا، خلي دايما الاكسبكتيشنز بناء على الواقع الحياة. يعني انا دلوقتي اديت كويس مثلا في المسابقه دي، فانا اتوقع ان انا اكسب وعادي لو انا ما كسبتش برضه مش هتبقى نهايه العالم. تمام؟ فدايما الاكسبكتيشنز تكون ايه؟ معتدله. يبقى النقطه دي هي مهمه جدا، وما تخليهاش طبعا تاثر على الشغف بتاعك. هنتكلم في الاخر عن فكره الشغف اكتر عشان دي برضه نقطه مهمه يعني، بس هو بشكل عام ما تخليهاش تاثر على ان انت تبطل شغل او تبطل خطوه انت كنت معينه كنت بتاخدها يعني. النقطه الثالثه وهو ان انت تاخد شويه ريس، تاخد شويه يعني مخاطر. يعني في حاجه انت عارف انت لو دخلتها مثلا ممكن يبقى في الاخر بعد ما انت تخسر مثلا هيبقى شكلك مش حلو، او ان انت تترفض في الاول، او مش عارف كذا، او 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 ان انت تقعد تحط حاجات مأساويه ومش عارف ايه الكلام ده. عادي تسكت برضه يعني، انت هتخسر ايه؟ هي دي الفكره. انت فين الخساره اصلا؟ فكره الخساره نفسها مفيش خساره. فاهمين الكونسبت ايه؟ الكونسبت بس هي حاجه نفسيه فانت تتغلب عليها. وخلي بالك دي نقطه فعلا مهمه، ان انا تقريبا كل حاجه كويسه في حياتي كانت خطوه مميزه في حياتي هي كانت ريسك. كل خطوه مفيده في حياتي كانت ريسك. خطوات فعلا كويسه جدا اللي طلعت منها بنفيتس كويسه هي كانت فعلا فيها ريسك. تمام؟ وهتكلم عن حاجه كده في الاخر ليها علاقه بدي يعني، بس نكمل. ساكرفايسز ودي حاجه برضه من الحاجات المهمة. هتعرف ليه سنتفايس؟ ايه؟ تضحية صح؟ تضحي بحاجات يعني؟ انا افتكر ان انا في اخر فترة مثلا معينة في مشروع التخرج انا بطلت اروح الجيم. محدش يقول ده صح وغلط، بس فكرة ان دي تضحية. تمام؟ لازم ان انت تكون فاهم مفهوم التضحية. في حاجات معينة مثلا انا اتخليت عنها. مشروع التخرج ذات نفسه انا اتخليت عنه لفتره من الفترات، انا كنت مشغول بشكل كبير قوي في حاجات ثانيه، في بلانز ثانيه كنت بعملها. انا فكرت لقيت ان البلانز الثانيه اللي هي الاهم وبدات ان انا امشي فيها وخلاص بدات ان انا احققها وضحيت شويه وقت في مثلا مشروع التخرج. فهو فكره ان انت تتعلم ان التضحيه هي حاجه مش وحشه، وان هي احيانا بتبقى حاجه ضروريه احسن من ان انت تدخل في كل حاجه وفي الاخر ما تحققش نجاح في حاجه معينه فيها. فلا يعني اتعلم ان انت تسيب وتعلم ان انت خلاص انا حاجه ده هي انا مش هقدر اوفر لها وقت هسيبها. بس انت ساعتها بقى انت بتشوف ايه الحاجات الثانيه اللي مكانها اللي فعلا اصلا ممكن تكون بديل كويس ليها يعني. طيب ايكو في اباوت ايه حمزه؟ مش عارف انا وانا بعمل الاسلايد ما تخيلتش ان هي ممكن تكون رئيسيه كده، بس انا دلوقتي بدات اتخيل انها رئيسيه. شايفين ايه؟ شايفين ايه؟ لا المهم هقول لكم الكونسبت بتاعي ايه. يعني انا وانا باخد قراراتي عموما في اخر سنه كليه سنه رابعه،
حرفيا انا تقريبا ما كنتش بقابل حد هي معايا ايه ده؟ انا عملت الخطوه دي ازاي؟ ايه ده؟ انت اترشحت ليدر ازاي؟ ايه ده؟ انت بقيت انت برضه ليدر مش هتخرج؟ طب ازاي؟ انت كذا 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 كذا. فانا كنت بسمع الكلام ده هو مش هقول لك بقى ده بقى ايه؟ لا اتاثر بهذا الكلام ده انسى الخطوه دي اصلا ايه؟ طب اقعد شايف نفسي طب انا هتقعد صح طب انا مش عارف ايه؟ طب انا مش عارف كذا 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 بس الحقيقه في الاخر ان هو الناس هتفضل تتكلم هتقعد تقول لك ان في حاجه معينه خطوه انت خدتها غلط هيقول لك مثلا ان الخطوه دي ما كانتش افضل خطوه ليه؟ طالما انت اخدت بالاسباب في الاول وقعدت كده مع نفسك عملت تايم لاين مع نفسك حددت الاهداف اللي انت عايز تشتغل عليها وقررتها واعتمدتها وبدات تسعى فيها خلاص تاخد راي الناس لفتره معينه وبعض الناس معينين بس اللي انت بتثق في رايهم وبعد كده تبدا بقى تطلع على بعض ما تقعدش كل شويه بقى تتشكك في القرار اللي انت اخدته هو كان قرار صح ولا غلط عشان هو اصلا اوريدي ده بيضيع منك وقت فانت الاول بتاخد بالاسباب بتخطط حياتك بتخطط الدنيا بتستشير الناس اللي انت بتثق فيهم يعني هم الناس اللي هم مين وبعدين بتتوقع على بعض بعد كده بقى ما تسيبش حاجه ثانيه بقى اللي هي تقعد كل شويه تنزل عامل ايه الطريق اللي انت بتعمله ماشي يعني ناس كتير قوي عرفت ان انت مش هتقدر مثلا تشرح لزمايلك لما انت اخذت الخطوات الاخيره دي الحمد لله يعني تمام وحتى كمان انا يعني الحمد لله عشان بس تعرف برضه تاثير ربنا فيه ان انا كنت شرحت اكتر كمان من السنه اللي قبلها واصلا كنت مشغول اكتر فانت خلاص طالما انت توكلت على الله خلاص كمل بقى مش كل شويه حد بقى ايه يقعد يديك كلام ولو انت كل شويه حد يديك كلام تحاول بقى تلاقيها تقول اه ان شاء الله ان شاء الله ربنا يخليك ان شاء الله تعمل كمان اللي هو حاجه بقى من دي ماشي طيب about الايكو بتاعك ايه الايكو بتاعك ايه هو الايكو الخاص بيك انت لا ما عايز حد يتكلم حد يرفع ايده ويقول ايه الايكو اللي هو حابب يسيبه ايه الايكو اللي هو حابب يقوله في المره الجايه مثلا بعد نهايه السنه ده هي ايه ايه الحاجه اللي انت عايز تكونها ايه الاهداف بتاعتك ايه الخطوات اللي انت هتعملها ايه الاهداف اللي انت هتعملها الحاجات دي كلها ايه انا مجهز لها بقى حته سلايد هيعجبكم ايه شو حاجه اظبطني مش كده هو مهنج ولا ايه؟ معلش ممكن بس تعالى شويه؟ كل واحد بيه بالظبط دي حاجه بقى مش انا اللي احددها يعني دي مش حاجه انا اكتبها ما كانش ينفع ان انا اكتبها انا بس مجرد انا بوصلك الايكوز بتاعت الناس الثانيه بوصلك الايكو بتاعي بس فكره انت تعمل ايه بقى؟ ايه الخطوات اللي انت تعملها؟ هتاخد مشروع تخرج بجديه ولا لا؟ هتاخد مثلا خطوه ستيودنت اكتيفيتيز اكتر ولا لا؟ هتعمل كذا ولا لا؟ هتدور على شغل ولا لا؟ هتدور على انترنشيب؟ كل دي حاجه خاصه بيك بقى انا تمام؟ انا لو انا بعمل كده يبقى انا بضرك اكتر ما بنفعك عشان انا بدات بقى مش بس ان انا اقول اكسبيرينسز انا بدات ان انا اخلي اكسبيرينس بتاعتي هي نفسها بتاعتي دي حاجه مستحيله تحصل تمام؟ ففعلا هي هتبقى امتي ده طبيعي ان هي تبقى امتي عشان دي ستوري بتاعتك انت عشان زي ما لو حد فاكر في اول الكلام اللي انا قلت انت هتتفق مع حاجات هتختلف مع حاجات في الحاجتين انت لازم تفكر فيهم وتشوف انت حابب تعمل ايه في الحاجتين تطلع من الديسيجنز بتاعتك والقرارات بتاعتك وبعد كده تقرر الستوري بتاعتك بشكل ما بات عارفين انت في اي حاجه بقى في الاخر بيبقى ايه بات هاف ان مايند يعني في حاجات حاول ان انت وانت بتكريت الستوري بتاعتك دلوقتي لما تيجي تعمل القصه بتاعتك الجايه في حاجات خلي بالك بس بشكل عام ده مش فاضي دي معانا مش عايز السكوت ده طيب حد يقدر يشرح لي السلايد ده؟ هو واحد؟ اتفضل ماشي حد عنده اي اضافه طيب
ناس كتير قوي فقط الباك اللي انت عايز تسيبه لازم تحدد فيه جايد لاينز بتوع الضربه التنس بتاعتك التنس اللي انت تفكر فيها الجولز اللي انت عايز تحققها والبرنسبلز البورتس اللي انت هتحطها بالجايد لاينز بشكل سواء كان مشروع تخرج او كده. ممتاز رائع ان شاء الله. حد عنده اي اضافه؟ اتفضل. القيود او الخطوات اللي هتنفذ تحت اي رحله ايا كانت هي النيه وبعدين لو جيت في النص غلط اصلا انت تمشي الطريق ده عشان علينا لك طبعا لازم تعمل يعني فعلا نسال شويه مبادئ والحكمه والغرض اللي احنا هنسميه في النقطه. اجابه نموذجيه ان شاء الله. حد عنده اي اضافه؟ شمس احمد مطور عندك اي اضافه؟ ايه؟ اللي ايه؟ عندك اضافه؟ يا عم بقى ماشي. حد عنده اي اضافه حابب يقولها لما انا اتكلم عنهم؟ طيب اتفضل. حلو. طب انت تضرب ليه بالراحه؟ انا اسف والله مش قصدي والله. صح والله فعلا صح. دي حقيقه دي كلها حاجات لازم تبقى موجوده. لما انت تسال اي حد معظم الناس لما انت تيجي تساله انت عايز بعد ما انت تموت انت عايز تسيب ايه؟ هو بيقول لك ايه؟ معظم الاجابه هتكون متمحوره حوالين ايه؟ الاثر صح؟ الامباكت. انا عايز الاثر بتاعي يكون كويس، انا عايز الناس تفتكرني بالخير. بيقولها بقى دي بصيغه مختلفه كتير ولكن في الاخر كله بيصب على هذا الايه؟ النقطه. طيب هو احنا عشان يبقى عندنا امباكت كويس هو انا هكريت الستوري بتاعتي زي ما احنا اتفقنا في السلايد اللي فات في السلايد الفاضي اللي انت هتبدا تديه انت بس انت برضو علشان تقدر فعلا ان انت تسيب اثر كويس بالنسبه لزمايلك بالنسبه للناس اللي انت معاها بالنسبه للناس اللي انت بتتعامل معاها يوميا الحاجات دي كلها اول حاجه ان انت تكون معرف النوعيه بتاعتك تعرف النوعيه بتاعتك بشكل صريح وواضح تعمل اول حاجه الحاجه دي للناس وبعدين تعمل التراك بتاعك وبالتالي انت كده تقدر تشتغل وبالتالي انت كده تقدر تفتح بيت وبالتالي 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 انت كده تتحدد النوايا بتاعتك. النوايا بتيجي بعدها الواي انت اصلا عايش ليه؟ الحاجه الهدف في الحياه ده هو عباره عن ايه؟ عشان كده في جمله مشهوره لو حد كان فاكر ان هو لما انا كنت بتكلم من شويه على فكره الفاشن قلت لك انا لسه هتكلم عنها قدام انت ما تخليش الاكسبكتيشنز هي اللي تاثر على الفاشن بتاعك. حاجة واحدة بس هي اللي لازم تأثر على الشعب وهي الـ purpose بتاعك الغاية اللي انت فعلا تكون انت عايز تعمل حاجة معينة وعاقد النية عليها خلاص بدأت فيها دي الحاجة اللي هتخليك كل يوم تقوم الصبح عايز تشتغل عايز تعمل حاجة تمام. فالنقطة دي فعلا من النقط المهمة هيبقى بسم الله الرحمن الرحيم intentions الـ purposes الـ goals الهدف اللي انت بتحددها المبادئ اللي انت هتمشي بيها في الرحلة بتاعتك. هل الناس بعد ما انت المشروع التخرج ده تخلص او بعد ما تخلص تتفرج انت وزمايلك مثلا هي عقبه كان بيطلع عينينا وكل شويه يزعق ولا يشتم ولا مش عارف كذا ولا هيقول اه والله المشروع التخرج تقريبا مش فاكرين فيه اي حاجه الا ان الشخص ده كان بيعاملنا باحترام او كان بيكلمنا باحترام او كان بيبقى موجود او بيبقى جنبنا او 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 الناس هتفتكر ايه؟ الناس هتفتكر وجودك كشخص مش اي تفاصيل ثانيه. حد سالني على فكره دلوقتي انت تفتكر ايه عن مشروع التخرج؟ افتكر كده حاجات متفرقه بس انا بفتكر اكتر مواقف الاشخاص. شخص مثلا في مره ساعدني، شخص في مره كنت متضايق من حاجه في مكان خاص انا متضايقش مش عارف ايه الكلام ده هو كله. انت بتفتكر الاشخاص والاثر بتاعهم عليك. فلو انت عايز تسيب فعلا اثر كويس في الرحله بتاعتك اللي انت هتملاها دلوقتي يبقى تجدد النيه، تحدد الغايه، تقول الاهداف بتاعتك يبقى دايما ماشي الموضوع بالمبادئ والاخلاق يكون اول حاجه عندك. ما تقولش اصل الشغل شغل مش عارف ايه انا زهق عادي اصل انا في الشغل بس بره انت حبيبي. لا بس بره انت الاخلاق والمبادئ ما بتتغيرش على حسب المكان اللي انت فيه او على حسب الحاجه اللي انت بتعملها. هي كده كده لازم تكون موجوده. مفيش ما ينفعش حد يتعصب جامد قوي مش عارف ايه بعدين ما تسمعش احنا كنا بنشتغل. لا ده مش معناه ان انت مش بتضغط. لو حد كان فاكر الجود بتاع باشمهندس كريم انت هتضغط ومن الغلط ده هتفضل ممكن احيانا مثلا تزعل زمايلك مثلا ولا حاجه بس الفكره بقى في الريفليكشن اللي انت بتعمله ان انت تقول اه انا زعلت كذا فانا لازم ان انا اروح اصلح عشان انا مبادئي واخلاقي تقول ان انا هعمل كذا. فعموما تفسير الامباكت بيقع في الاربع نقاط دي. حددهم وبعدين ابدا بقى اعمل الستوري بتاعتك.
ماشي؟ question and answer طبعا تعرفين ان انا اي سيشن في هذا العالم بختمها بهذا الكود واحد الذي يسال يحصل على الايه؟ تنمت ولا ايه؟ انا طولت قوي كده؟ يا جماعه دي كانت ساعه بالظبط انا ما طولتش. طيب حد عنده اي سؤال؟ اي سؤال بخصوص افضل؟ شباب شباب لو سمحت لو سمحت اصوات اصوات ماشي استنى طيب هي فعلا نقطه مهمه من الاسئله اللي بسالها يوميا يعني تراك صعب بس ممكن مش منتشر في مصر قوي ولا تراك سهل ولكن هو منتشر في مصر واقدر ان انا اشتغل بيه. انا شايف ان التشالنجز في الحالتين متساويين. انت لو جيت تحسبها كده طب ما انت لو رحت التراك اللي الناس كتير قوي بتذاكره ولكن الفرص بتاعته كتير ما انت هتنافس الناس كتير. وانت لو رحت الناس اللي الفرص بتاعتهم قليله فانت هتنافس الناس القليل فانت هتكون واحد من القليلين بس الفرص قليله فالقليل مع القليل كتير مع كتير فهي محصله بعضها لحد كبير قوي هي محصله بعضها. فانا دايما الصراحه دي وجهه نظري برده ممكن حد يختلف معاها انا وجهه نظري الواحد يشوف هو حابب ايه اكتر حابب تراك ايه اكتر ويتوقع ان هو فيه يدوس مع نفسه جامد قوي ياخدها تشالنج مع نفسه يحاول يثبت نفسه زي ما احنا كنا قلنا حاجات النقط اللي فاتت ان هو يهتم بلينكد ان ويهتم مش عارف ايه الكلام ده وبعدين يتوقع على الله وان شاء الله ربنا يرزقه شغل يعني. حد مقرر على الكلام ده؟ طب الحمد لله. طيب عشان مش هزعل معاك. حد عنده اي اسئله ثانيه؟ اتفضل. لا ما كان مشكله يعني انا وجهه نظري لا التراك بتاعك هيبقى كذا التراك اللي انت حابه تكملي فيه بس فكره ان انت تذاكري تراك تاني غير التراك اللي انت ناوي تشتغلي بيه فدي حاجه انا ما ارشحهاش خالص. شفت زمان ليه عمل كده وما يعني ما كانتش خطوه كويسه للكارير بتاعهم هم انجزوا المشروع وعدوه بس بعد كده كان لا. ففي حلين، الحل الاول انت تقولي لا تكملي التراك بتاعك ما وافقوش في حته تاني او لو انت حابه التراك التاني ده ذاكري لا مش حابه خالص. حد ما طلع لك انا اتفضل. ازاي؟ ستايل نفسه ما يعملهاش عارفين ستايل اللي هو مش عارف هي غريبه شويه. حد عنده اقتراح حل المشكله دي؟ السؤال بيقول ان الكليه بتفرض عليه مشروع تخرج ان هو يذاكر تراك معين او ان هو يطبق تراك معين صح كده؟ ايه؟ على حاجه هو مش حاببها؟ هو تراك ايه؟ طب انت التراك بتاعك ايه؟ طيب هقول لك حاجه جميله انت تحاول تشوف الوصله ما بين الاثنين تحاول تشوف الحاجه اللي انت محتاجها بقى كله ومحتاجها اي تي على حسب عملت الصغيره قوي في الاي تي بيبقى في حاجه انتجريشن وكود ومش عارف ايه الباك اند بتاعك بيبقى شاطر في الحاجات دي فانت دايما لما تلاقي نفسك ان انت مجبر على حاجه ثانيه انت مش حاببها وانت قصدك يعني انت اوريدي بتحب حاجه معينه مجبر على حاجه انت مش حاببها حاول تشوف الوصله ما بين الاثنين الكونكشن تقدر ازاي تميت اسمها كده تعبير ميت مي هاف واي ازاي توصل كده في النص فاهم؟ فانا هقترح عليك اعمل كده اتفضل. ماشي يعني مش فاهم بالظبط هو ده برضه حل ممتاز ان شاء الله يعني هو بيقول لك انت اصلا انت ممكن تركز على اللي هو فكر الجلاس بتاعنا ممكن تركز في الاخر خالص ممكن تديله وقت على قد بس
الحاجة حلو. بس برضه شوف الاوبشن زي اللي انا قلت لك عليه عشان ده ممكن يطورك في الباك اند. ممكن يديك ادفانتج وانت بتقدم على شركات معينه. ادم بقى اي حاجه ثانيه اتفضلي. قصدي ايه هو التراك بقى؟ ايه؟ معلش مش سايبر سكيورتي. يعني هو طبعا اللي في المجال هم اللي يرد على حاجه زي كده. بس انا اعرفه ان حتى سايبر سكيورتي بيحتاج السياده دي. طبعا بشمهندس مرسى اكيد انت مش هتعرف تقول ده موجود، بس هل انت شايف ان الاساسيات بتاعت الكمبيوتر ساينس مفيده لحد في سايبر سكيورتي ولا لا؟ شايف نسمع بس بشمهندس اتفضل. يعني مش بيبقى التركيز عليها زي مثلا باقي التراكات. حلو. سؤال. لا وجهه نظري هنا ان انت مش يعني انت اوريدي قصدك بتذاكري الاساسيات صح؟ لا انا وجهه نظري انت كده مش بتضحي بيها علشان انت كده بتفتحي نفس الطرق الثانيه. فلنفترض مجرد افتراض ان السايبر سكيورتي ما كانش هو الحاجه اللي مثلا لقيتي نفسك فيها وحبيتي ان انت تروحي تراك ثاني، ففكره ان انت يبقى عندك بيزك نولج في الحاجات الثانيه ده حاجه كويسه. فدي نقطه ثانيه يعني مهمه. ليه؟ طيب شباب انا مش سامع والله. انا هديها المايك ويا ريت يا ريت بصوت كويس. مش عايز المايك؟ طيب خلاص قولي وانا هتكلم. طيب السؤال برضه مهم وهو دلوقتي باشمهندس هتقول ان هم قدموا فكرتين مشروع تخرج. فكره سهله وعارفه اعتقد ان دي حاجه كانت مكرره يعني قصدي من الحاجات اللي بتحصل كتير كيسز كتير بتحصل كده، وهي ان مثلا قدمهم فكره، الفكره اللي هي سهله شويه في التطبيق او بسيطه وهينجحوا بيها عادي، وفكره ثانيه ممكن تكون معقده اكتر وممكن بس ممكن يدخل فيها مسابقات وكده. فدي هترجع لنقطه معينه هنا وهي حد عارف ايه؟ الايه؟ الايه؟ بص لا هترجع لدي يعني لا انت هتوريهم الجراف ده وهتساليهم هو احنا فين هنا؟ لو انتوا هنا مثلا فانتوا هتختاروا الفكره الاولى اللي هي سهله وبسيطه. لو انتوا عايزين الامبيشنز بتاعتكم الطموحات بتاعتكم عايزين ان انتوا هنا اختاروا الفكره الثانيه. ده يكون المرجع بتاعك. انا الصراحه لو انا بختار دلوقتي مشروع تخرج لاول مره انا مفيش حاجه هعملها الا ان انا هوريهم البتاع ديت واقول لهم شباب ممكن كل واحد فريق يقول لهم هو ناوي يعمل ايه من الجراف ده. فانا لو لقيت نفسي في حاجه فعلا غير اللي هم فيها او العكس مش هضر لهم ولا هم يضروني. اتفضل. خلاص. بالنسبه لكل اللي اتكلم في اول مرحله اللي هو ايه بتعمل ايه بعد كده؟ انا دلوقتي عايز اعالج مشكله في ايه بفكر في مشروع تخرج. ايه المشكله اللي انا بتكلم عليها؟ حلو. يعني انت اصلا لسه ما خدتش فكره بس عايز تدور على المشاكل اللي ممكن تخليك تختار فكره. ماشي. انا اقترح عليك ان انت تشوف فيديو انا كنت كنا عملناه برضه في هاك يور فيوتشر 5 كنت برضه انا اللي كنت سبيكر فيه كنت بتكلم فيه عن موضوع كنت بعرض امثله للبروبلمز اللي موجوده ولكن ممكن تطبقها هنا. ماشي؟ ايه؟ بالظبط على الشانل بتاعت سي او اس هتلاقي هاك يور فيوتشر 5 هتلاقيها ان شاء الله فيها كل المواضيع. طيب شباب عشان الكويشن انسر اخد وقت فاحنا هنكمل بس ثانيه لو حد وراه حاجه فخلاص يعني احنا كده وصلنا لاخر سلايد على فكره ثانيه هنا اهو احنا كده وصلنا لاخر سلايد.
فلو حد مثلا ولو حاجه ممكن هو يبقى لازم يروح خالص. لو حد لسه عنده اسئله فانا موجود ان شاء الله. طيب انا اسئله خلصت. طب بس بس دلوقتي بذاكر البيزكس تمام. فلو في تراكين انا محتار بينهم ما بين الباك اند والموبايل ابلكيشن تمام، فايه اللي انا المفروض اعمله دلوقتي علشان اكون يعني لما اجي اختار التراك بتاعي اكون مستقر على الموضوع؟ اول حاجه طبعا هو فانس يتوقع هو بيقول له يعني لسه بيذاكر في البيزكس ومحتار ما بين الباك اند والموبايل ابلكيشن وعايز يعرف ممكن يختار ازاي. هتفضل كل ما انت بتذاكر البيزكس تقرا عن كل تراك فيه وتشوف هو بيعمل ايه وده بيعمل ايه، تشوف امثله على ده وامثله على ده، تشوف كراش كورس صغير خالص ساعه كده لده وده وتشوف ايه الاحسن انت فاهم ايه اكتر. وعايز اقول لك ما تحتارش كتير، هما في الاول وفي الاخر هما سوفت وير ديفلوبمنت. الاول وفي الاخر انت هتكتب اكواد، تكتب اكتب اكواد هنا وهتكتب اكواد هنا، فاهم قصدي؟ فالموضوع مش بيبقى صعب قوي. طيب اتفضل. بص هقول لك الصراحة دي انا مش يا جماعة صوت عالي قوي. شباب 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 اسمعوني، حول حول. طيب الصراحة انا ما عنديش اكسبيرينس في النقطة دي عشان انا ما اشتغلتش فريلانس في شركة؟ لا انت ساعتها طبعا محتاج ان انت تسأل على الشركة اللي هي اصلا مرتباتها كام؟ الرينج بتاعهم كام؟ الرينج الجونيورز كام؟ وهكذا عشان ما تروحش مثلا تطلب ضعف الرقم اللي هم عايزينه اللي هم متوقعينه فيقول لك لا ده الاكسبكتيشنز بتاعته عالية، ولا تطلب حاجة قليلة قوي ان هو يقول اصلا ده قليل هو اصلا مش في دماغه. فلا انت دلوقتي جالك مثلا انترفيو في شركة خلاص تبدأ ان انت تسيرش عن الشركة اللي هي في عندك طلبات كتير زي دونت وورك ذير، تحاول تدور على يمكن على حد شغال هناك تساله تقول له مرتبات الجونيورز عندك كام؟ هيقول لك مثلا من كذا لكذا انت تكون نفس الرينج. يعني دي جراي اريا شويه، مفيش حاجه صح ومفيش حاجه غلط فيها، بس علشان الاكسبيرينس ممكن ماشي، بس مش لفتره كبيره بقى. يعني عشان بس ايه ما تقولش انا هشتغل معاهم خمس سنين عشان اخد اكسبيرينس وسنه دي مثلا خمس بقى. اشتغل الحاجه اللي انت محتاجها، اول لما تاخد الحاجه اللي محتاجها شيلهم خالص على اللي بعده ماشي. فممكن كمرحله انتقاليه مش كامله. وخلي بالك من النقطه، بلاش ان انت تروح شركه عموما، لو انت هتروح شركه اقل حاجه تقعد فيها سنه وجهه نظر. انت لو قعدت اقل من كده فانت كده لما تقدم على شركه ثانيه فهم بالنسبه لهم دي حاجه هتبقى وحشه في السي في بتاعك، يقول لك انت سبت الشغل بتاعك ليه؟ مش عارف ايه كذا ماشي؟ فدي برضه نقطه مهمه. فتكون عامل حسابك وانت بتاخد خطوه زي دي، لو انت هترتب سالري مش كويس او مكان مش قد كده تكون عارف انت على الاقل هتقعد سنه. تمام؟ طيب انت عندك اي سؤال تاني؟ اه صدقني. كنت جربت المايك بقى المره دي؟ صدقني والله حلو. طيب هو كده في مشكله في الاستراكشر بتاع التيم، يعني فما فيش مشكله ان انت تغير الاستراكشر بتاعه. لا تغير التيم مش اي تيم تاني، يعني تشوفه. بص تشوف يعني هي السؤال هنا بيقول ايه؟ شباب السؤال هنا بيقول ايه؟ بالمناسبة حد من التيم يقول لي لو انا اتأخرت او كده يقول لي في اي وقت وانا متفاهم يعني ماشي؟ هو فين؟ حاسس ان هو هيضربني. هتضربني؟ مش هتضربني؟ اول لما تيجي تضربني قول لي ارجع وانا هسيبك ماشي؟ طيب السؤال هنا بيقول ان هو لو هما مكبرين بيكون في المشروع بتاعهم حد امبيدد او اي اي او اي او تي صح؟ ماشي عدى على واحد من في المشروع شوفي لو هو عنده اي قابليه ان هو يغير الحاجه اللي هي والله ما فيش. فساعتها هنبدا نرجع دي سلايد تاني مهم، سلايدين هيبقى عندكم تو اوبشنز. السلايد الاول حد عارفه؟ اول سلايد الساكرفايس، حد هيضحي
بس لازم يكون حد في يعني حد هيضحي وهيذاكر التراك التاني. لا لا يكفي عادي 9 شهور كتير، 9 شهور كتير ان انتوا تعملوا حاجه بيزك او حاجه كويسه. اول حاجه التانيه اللي انتوا تعملوا ده ممكن يعني لو انتوا مفرقين خلاص، ولو في فرصه ان انتوا تغيروا التيم هيبقى افضل يعني اعملوا تغيير لاي حاجه. تمام؟ للاسف ما عنديش اي اجابه تانيه مع اني عارف ان انت مش مقتنع بالاجابه وانا مش مقتنع بالاجابه قد كده، ولا هم مقتنعين بس كلنا بنمثل ان احنا مقتنعين. حد يسأل عنده اي اسئله تانيه؟ افضل نقطة مهمة عشان لسه تسأل تقول ايه مواصفات التيم ليدر. أول حاجة يكون هادي ما يكونش بيتعصب خالص زي كده. لازم يكون هادي أعصابه حديد حرفيا عشان هو لو مش هادي هو هيتعب قوي. في تفاصيل تانية بس هو اتكلمت عنها فعلا هاكي فيتشر 5 وممكن حد يرجع للفيديو اتكلمت عنها بشكل تفصيل. اتكلمت عن الكواليتيز بتاعت التيم ليدر، اتكلمت عن الكواليتيز بتاعت التيم ممبر، فدي كلها كانت نقاط مهمة. فممكن ترجع للفيديو وتشوف كل التفاصيل يعني ان شاء الله بدل ما انا هكررها هنا. اتفضل. انا مش عايز اجاوب على السؤال ده. انت بتوقعني. الشخص بيسال بيقول ايه المسافه صح ما بين الكليه بتديك اساسيات واللي احنا بنحتاج نوصل للعمل كاساسيات. طيب هو المسافه ما بين من هنا لهواي يعني عارفين في هواي هواي اللي هو جزء الهواي بتاعت امريكا اللي هي محطوطه كده في الشمال فوق خالص كده، هي المسافه ما بيننا وبينهم كده بالظبط. هي دي المسافه ما بين الكليه بتديهولك وكل التعليمات الاساسيه. الكليه حرفيا بتديك انتدكشن في كل الاساسيات اللي انت محتاجها. فاهم؟ فمحتاج ان انت تعيد على كل الاساسيات تاني الا لو انت لقيت دكتور فعلا محترم دي موجوده على فكره بيشرح محتوى محترم، دورت على المحتوى اللي هو بيشرحه لقيت فعلا ان هو كويس خلاص. يعني انت كده خليتني عايز اقول لك حاجه مثلا في دكاتره كويسين جدا عندنا في الكليه بيشرحوا فعلا فعلا المناهج اللي بره. مثلا الدكتوره ساره، الدكتوره ساره الكويس فعلا المحتوى اللي بيتشرح دوت انا كنت بدور على الريفرنس بتاعه كنت بلاقيه وكنت بلاقي ان هو نفس المحتوى بنفس التفاصيل وهي بتشرحه احسن. انا عايز اقول ان انت تبدا تقيم تشوف الدكتور هو بيشرح بشكل كويس ولا لا. بشكل كويس الحمد لله تدعي له بجد تدعي له وتخلي كتير عشان هو عمله نادره وتهتم باللي انت تحضر له وتهتم بالسكوت بتاعه والكلام من ده ومش محتاج تطلع بره. لقيت حاجه غير كده بس مثلا كده فاللي هو كده فانت عارف تعمل ايه. هل عنده اي سؤال تاني؟ انا تقريبا لو طولت عن كده فيعني ايه التيم ممكن يعمل فيها حاجه. فخلاص كده لو حد عنده اي اسئله طبعا ممكن يسالني في اي وقت. شكرا لكم جميعا. حصل